عم سبع البحر، عم سبع الليل، يا عم سبع الليل اللي انت عامله في نفسك يا عم، متخفي ولا ايه؟ سبع الليل مين يا عم؟ الله يصلح حالك، روح يا عم. انت عم سبع الليل اللي كنا قاعدين بالليل لما قعدنا نتكلم لحد ما النور طلع علينا، مش انت كنت عايز تمثل ولا ايه؟ نسيتني انا موحى، موحى المخرج العالمي. شفت انا عرفتك ازاي انت؟ وانت عرفتني ازاي؟ حماقة استاذ حماقة المخرج. حماقة اسمي، واسمي موحى مخرج العالمي، انت هتلخبطني في اسمي. وبعدين انت حاطط الكنانة دي على بواقع عشان ما تعدش حد ولا ايه؟ الفلوس الخزازير حبيبي يا عم كلب البحر. بقولك ايه، انت بتعمل ايه في المناطق النظيفة النائية دي؟ ماشي مأمورية خاصة. ايه؟ مأمورية خاصة يا عم. مأمورية خاصة جاي بتراقب حد يعني؟ موزة هربانة منك وجاي بتراقبها يعني ولا ايه؟ يا عم ما تفضحناش، وطي صوتك بقى. وطي صوتي ليه يا عم زين؟ ما انا عارفك، انا أول مرة أعرفك. ده أنت حبيبي يا عم، أنت بتراقب حد هنا ولا ايه؟ الناس اللي عم زين بيراقبكم. إيه؟ أنت مش قلت لي هتكتشفني؟ موضوع التمثيل. طب ما انا قلت لك انسى موضوع التمثيل ده، انت مالكش في التمثيل، ابقى بضرك وضر البني ادمين لو خليتك تمثل. انا انت جاي بتعمل ايه هنا بجد؟ مأموريه خاصه، افهم بقى. طب ما تاخدني معاك في المأموريه الخاصه دي وابقى دراعك اللي في النص واعمل لك كل الامنيات اللي تتمناها في حياتك المستقبليه. دراعي اللي في النص؟ انت لو دراعي اللي في النص انا هقطعه. يا عم انا ماليش في الاقراج وبكرهه. اقف جنبي ابوس ايدك والنبي يا عم كلب البحر، خليك جنبي. اقف جنبي وانا اقف جنبك انت. طب وايه اللي انت لابسه ده؟ عجبك البنطلون ده؟ انت عارف البنطلون ده عم سابع الليل كل اللي انت شايفه عليه دي جوايز. جوايز؟ جوايز من مؤتمرات وحاجات عالمية كنت بدخلها بالكليتات بتاعتي مسابقات، ولما اخسر او مسرع الجايزة وملزقها على البنطلون عشان انا ماشي في طريق الشهرة والنجومية افتكر المستقبل الباهر العظيم اللي مستنينا يا عم سبع الليل. بس يا عم ده انت ضايع، ايه الحكاية والسيجارة الدايت اللي خربت مخك دي يا عم؟ يا عم اصحى بقى. السيجارة دي بقى لها 4 ايام انا تايه في المنطقة ومش عارف اروح، بقى لها 4 ايام بشرب السيجارة دي ومش عايزة تخلص. بص يا عم حسين، قول لي انت جاي بتعمل ايه وانا اقف جنبك. ما تفضحناش بقى فلتك الطين دي يا عم. مش هفضحك بس عرفني انت جاي هنا بتعمل ايه يا عم زين؟ مش شغلك، خليك في الفيديو كليبتات اللي انت بتعملها دي. يعني انت هتمشي دلوقتي ولا واقف معايا شويه لحد ما البتاع ده يخلص؟ انا جاي في مأموريه خاصه اقف معاك انا ايه دلوقتي وانت متدرمخ كده؟ ما تصحى بقى يا عم، فوق لي بقى شويه. طب بص يا عم زين، اخر كلمه اقولها لك واشهد عليها ربنا عشان اكون صريح معاك. قول. انت ما تنفعش اي حاجه خالص غير ان انت ربنا يسهل لك ان شاء الله وتكون معدي كده في خناقه وتتضرب طلقه وتموت ويبقى خلاص عم زين انت من الوجود. تقل على الله عم زين وسيبني عشان والنبي انا تايه ومش عارف اروح ازاي. صدق انت زباله. الله يخليك يا عم زين. وانت يا عم زين الباب يا استاذ، المأمورية الأولانية نجحت. وطي صوتك يا ابني هتودينا في داهية. يلا خش دور على أوضة النور. اقفل النور يا غبي، بتفتحه ليه؟ الله، أنت عرفت منين يا أستاذ؟ يا ابني وأنا مش قدام الشقة؟ لا طب وأنت واقف بره ليه ما بتفضل حدك تدخل؟ اخلص يا سمج، لو معاك كشاف طلعه يلا. نسيت اجيب له حجاره يا استاذ. ده وقت تهريج يا زين. الموبايل اللي معاك فيه كشاف؟ الله نور يا استاذ. اخلص اخلص يلا، طلع الموبايل ودور على اوضه النوم.
معليك انا شفت الحمام وفي قاعده جنب الحمام، بصراحه مش لاقي اي اوضه نوم. مفيش اوضه نوم ازاي يا ابني؟ انت دخلت مراحيض ولا رحت؟ يا ابني ازاي في شقه ما فيهاش اوضه نوم؟ يخرب بيتك. والله العظيم ما في اوضه نوم، بس هو في باب مقفول كده يعني، معرفش يكسره يعني، جايز يكون هو ولا حاجه. اه بعد اذنك. لقيت اوضه النوم؟ يلا خش جوه وافتح الدولاب. الكلب ده مش عايز يتفتح، بقى اكسره ولا ايه يا باشا؟ لا افتحه من غير ما تكسره يا رب. يا جدعان خفيتهم يا استاذ. يا غبي، ما احنا عاوزينه يشوفها برضه. بص يا زين، اخفيها بس بشكل مناسب كويس يعني. بسم الله ما شاء الله عليك، كأنك معايا. لا ده انا عاجبك قوي. يلا بقى فكك مني دلوقتي، يلا اسكت.